وسائل النقل عبر الوطن ولضمان نقل مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة بمختلف أسلاكهم. خصصت مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لولاية عنابة بالتنسيق مع مديرية النقل والصحة 12 حافلة، وذلك لضمان النقل لفائدة مستخدمي قطاع الصحة لممارسة مهامهم خاصة في الوضع الحالي. عبد الناصر جلال رصد التالي. On a eu une dérogation du Wali. تم تسخير 12 حافلة على مستوى ولاية عنابة اللي راح تتكفل بنقل عمال الصحة لمختلف مستشفيات ولاية عنابة. وتم الدراسة على إنجاز المخطط بحيث تم وضع في كل خط حافلتين حسب الطلب اللي متواجد على كل مؤسسة استشفائية. لو نومبر دو بيرسونال اونفان لونسومبل دو بيرسونال الى ايتي ريبارتي سولون لا دوموند تاع على لا دوموند لا ديريكسيون دو لا سونتي.